السنتر شغلته إنه هو يدرب البالغين على العمل والتفاعل مع الأطفال من سن 3 سنين ل6 سنين عن طريق منهج المونتيسوري. وبنعمل حاجات كتير قوي لها علاقة بالأهالي، بنساعد الأهالي وبنشتغل مع أطفال الصغيرين، لأن إحنا لازم نقدم كمثال إزاي نخلي الكبار يشتغلوا مع الصغيرين. فإحنا دايماً عندنا إكزامبل على الأرض في فصولنا عشان نقدر نخلي الأدلت ليرنرز يشوفوا اللي هم درسوه ويدرسوا أكتر للي هم فهموه. واضح جداً إنه الإيفنت بقى له طابع خاص وبقى معروف، ومهم جداً إنه يكمل كده، عشان الحقيقة أكتشلي كمان السنة دي أكتر سنة حسيت إنه في أكشن بجد وفي تفاعل بجد. أخد وقت صحيح، لكن واضح إنه هو الاستمرارية بتفرق، أهم حاجة الاستمرارية.